ثلاث أسئلة هي اللي تكررت خلال الفترة واليومين اللي طافت بشكل كبير جدا. أولا، كيف شعب زنجبار أو الشعب التنزاني؟ شعب طيب، حبوب، متعايش، مبتسم، يفرح جدا إذا شافك وعرف أنك إنسان مسلم وعلى وجه التحديد عربي أو خليجي، وبالتالي تضحك معه، تسولف معه، تغشمر معه، يتقبلك برحابة صدر. كيف الأمن في البلد؟ احنا للأمانة ما صادفنا شرطة يمكن للحين، والله هذا واقع يعني، إلا في بعض إشارات المرور لقينا بعض أفراد الشرطة موجودين. غير كذا فسبحان الله تشعر بالأمن، ما في خوف. في بعض البلدان أنت تزورها تحس فيها شوية خوف يعني من أنك تروح وتتمشى وتتحرك، لكن الحذر واجب في كل مكان في الدنيا، في كل بلد في العالم الحذر واجب، في الواحد ياخذ حذره، لكن البلد آمنة ولله الحمد. السؤال الثالث، كيف ممكن نتبرع؟ في وايد اخوان جزاهم الله خير تواصلوا معنا بخصوص التبرع، سواء لبناء الآبار او حتى لتطوير المدارس او المساهمة في بناء المدارس وغيرها من الامور. هذه الجهات المختصة الى الان احنا نبغي نوصل لجهة مختصة رسمية على اساس نقدر نتكلم ومن خلالها يتم ارسال التبرعات للاخوان في زنجبار. راح نوافيكم ان شاء الله خلال اليومين الجايين بالجهة المختصة في هذا الجانب، اللي يحب يبني بير، اللي يحب يساهم في انشاء مدرسة او توفير بعض الاغراض الخاصة بالطلاب. هذه كلها اشياء ان شاء الله بالتعاون مع الاخوان في المتطوعون الموجودين او المتطوعين الموجودين في البلد، ومنهم اخونا محمد. راح نعطيكم ان شاء الله اذا في حساب رسمي او جهة مختصة رسمية ممكن من خلالها انت تبرعاتكم توصل للاخوان في زنجبار. تحياتي لكم. الحين نبدا الفقره المساء.